السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. اش اخباركم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه يا رب. اليوم خرجنا في هذه الصبيحيه، قلنا نغيروا شويه الجو من الدار، ولكن فطرنا في الدار صراحه غير عجبنا الجو. كاين الشتاء تبارك الله، طاحت بالليل وفي الصباح والدنيا كلها مبلولة وغزالة بزاف. قلت علاش ما نشاركش معاكم. خرجنا كنتمشاو، بالحق نتمشاو غير السيارة، وجينا قلت غادي نمشيو نصورو شوية في منتزه الملك سلمان. هذا المنتزه زوين 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 البنات. انا غادي نوريكم كيفاش يعني مهتمين به بالمرة، يعني غزال تبارك الله. ثاني مرة كنجي ليه صراحة، مرة جينا تغدينا هنا، وهذه المرة قلت غادي نمشي نشوف في الصباح كيف كيكون، خاصة أن الجو ما شاء الله غزال وممطر كتشوفوا معايا. أنا غادي نوريكم، نقلب الكاميرا باش تشوفوا المناظر كيف دايرة هنايا وكيفاش كيعدوا الناس، يعني روعة 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 بزاف. كي كتشوفوا معايا رائع 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 جدا، والجو ما شاء الله غزال. اللي بغى هنايا يجي ويكشت هنايا، يعني يكشت يعني يخرج يقعد هنا، كنقولوا الكشتة بزاف هنايا في السعودية. الكشتة هي الخارجة، يعني تخرجوا تغداو برا بحال كي كنديروا في المغرب، كنخرجوا للربيع بحال هكاك. كي كتشوفوه رائع، وفيه الجلسات، شفتوهم هادو الجلسات على طريقة يعني بحال كيكونوا مبنيين يعني مدورينهم على بحال الشكل القديم، يعني كيخلوهم بحال هكاك بالحجار. وكاينين جلسات عادي كيف كتشوفوا الناس هما قاعدين هنايا، وفيها الحمامات كي كتشوفوا راه هي فينايا، كاين حمامات. كاين مطاعم، كاين الداخل كاين مطعم، وكاين ساحة ديال الأنشطة في العشية كيديروا أنشطة، ولكن مع دابا مع الكوفيد يعني موقفين الانشطه والاشياء هذه. ولكن الخرجه راه كيخرجوا الناس كيدوروا كيشوفوا. كاين هناك، كاين لتحت هنا كاين هذيك البلاصه اللي فيها النخيل، حتى هي داخله في المنتزه، حتى هي زوينه بزاف لو وصلت وصل تماك، يعني رائع منتزه. كاين الفوق ثاني هناك زوين، يعني اش نقول لكم، انا في حقيقه كيعجبني شوف بحال هذه الجلسه هذه. مثلا الواحد اذا عنده عائله كبيره كي كتشوفوا هذه قدامكم بالحجار، الا كاينه شي عائله كبيره كيدخلوا لداخل، وكاين البلاصه فين كيديروا الشوايه، يعني كاينه الشوايه كاينه مهيئه تماما، كاين فيها الماء فيها كل شيء، يعني ما يحتاج شي حاجه، كتجيبوا غداكم معاكم وتستمتعوا. في الليل كيكون تقريبا كيبقى فاتح حتى ل 12 تاعت الليل اللي كيسدوا فيها الانوار كي كتشوفوا، يعني منور حتى بالليل. ما نكذبش عليكم، انا كيعجبني نجي ليه هنايا، كيعجبني نجي مره ما كنجيش بزاف، ولكن مره كنخرج بحال هكا للطبيعه الا بغينا نتغداو هنا ولا فطرنا ولا. بس اليوم قلت غادي نجي غير نصور، وغادي نقعدوا ندورو شويه الا لقينا شي مطعم هنايا نعيطوا ليهم نجيو نتغداو، ما لقيناش غادي نرجعوا للدار. راها في مستمتعة هنايا. المهم كاين الالعاب ديال الاطفال كذلك. كاين لتحت كاين الواد كاين الماء كاين كل شيء. راه مازال كبير، كبير المنتزه، يعني انا ما تمشيتش فيه بزاف، انا كنصور لكم عام بلاصه واحده، ولكن راه كبير ما شاء الله، يعني الواحد كي ياخذ راحته وبعيد على الصداع ديال الرياض، وعلى يعني كتحسوا معزولين بحال خارجين لشي قريه. هنايا الحدود ديالو هي هذه مورايا، وكاين يعني كاين كل المرافق، يعني ما كتحتاجوش نهائيا لشي حاجه واحده اخرى. كاين قلت لكم كاين الحمامات كاين المطاعم كاين، يعني المطاعم حتى كاين كيجيبوا لكم مثلا تعيطوا لهم يجيبوا لكم الاكل حتى لهنايا، كيدخلوا المطاعم اللي معروفه راه كتدخل المنتزه وبالمجان البنات، راه ماشي المنتزه بالفلوس. البنات اللي في الرياض المنتزه كيكون غير بالجمعه والسبت،
من الصباح، من 6 الصباح يمكن حتى 12 تاع الليل، هذا هو التوقيت ديالو الجمعه والسبت. اما باقي الاسبوع راه ما كنظنش انه كيكون فاتح، كيكونوا سادين. ايوا بقاو معايا نكملوا الفيديو ان شاء الله باشياء اخرى. المهم انا ما بغيتش نبخل عليكم، قلت انا ضروري نصور لكم البلايص اللي زوينه واللي تقدروا انكم بين، خاصه البنات اللي في الرياض، اللي تقدروا انكم يعني تغيروا فيها الجو ديال البيت. مره كنخرجكم نوريكم بلايصه. مسافه بينه وبين السيارات الثانيه، للاسف في ناس ممكن مندفعين تزلق السياره لا سمح الله او شيء، فيكونوا حريصين الماء. يعني شوف المنطقه هذيك، شوف المنطقه هذيك الزاويه اللي هناك عند يمين الكاميرا، فيها ثقيله شوف، تحس انها فيها مطر. اي سبحان الله، والله لا سبحان الله، منطقه يعني شوفوا البنات من كبر الرياض كاين منطقه فيها الشتاء ومنطقه ما فيهاش. فين ما كنا، فين كنت كنوريكم في المنتزه، كانت شميشه، الجو صح زوين وممطر ولكن كانت شميشه. وهنا ما شاء الله الجهه ديالنا حنايا يعني الحال معمر بزاف، كنقولوا حنا في المغرب الحال معمر. انا كنتكلم كنقول لكم خرجوا تشوفوا، ما تحرموش نفسكم من الشتا، كيحسب لي كنتكلم مع كل شيء، كنتكلم مع البنات اللي في الرياض، الناس ديال الرياض يخرجوا يكشتوا برا، لان احنا كيعجبنا الجو ديال المطر بزاف. الناس هنا في السعوديه، اهل السعوديه طبعا كلهم كيعجبهم الجو البارد، كيعجبهم يخرجوا للبر، البر عندهم شيء مميز في الوقيته ديال الشتاء. خاصه في الرياض، منطقه الرياض تعرف يعني 6 شهور منطقه صحراويه، 6 شهور يكون الجو سخن وما في قله الامطار، بينما في مناطق في السعوديه ما شاء الله الان ثلوج، الان ثلوج. لو تدخل على الاخبار على البرامج السياحيه في المملكه، في شمال السعوديه، ايوه في شمال السعوديه على حدود العراق وحدود سوريا والمناطق هذه، الثلوج الان بدات تتساقط بغزاره زي افراد وزي ثانيه، المدينه الثانيه
مدينة الثلوج الآن، صارت مناطق سياحية للثلوج الآن. طبعا احنا في الرياض، احنا في قلب الحدث، في قلب الصحراء، وعشان كذا الناس يفرحوا وقت الامطار وقت الخير ان شاء الله. ربي يعم الخير على البلاد المسلمين كلهم ان شاء الله يا رب. وهذه تحيه، هذه لوحه مكتوب فيها خروف. انا جاك الجوع، احنا خلينا نرجعوا نتغداو في الدار. البنات قلت لكم راحنا ما نقدروش، لان ما كناش حاطين في حسابنا اننا نخرجوا، غير خرجنا ضربنا دويره. وقلت لكم انا على قبلكم بغيت نمشي نصور لكم المنتزه ديال المنتزه سلمان، داكشي علاش هذا. ولكن الغدا ان شاء الله نرجعوا نتغداو في الدار، فطرنا في الدار، غنرجعوا نتغداو في الدار. ايوا الان بعد شويه حتكون العواصف، بعد شويه حتكون الى غادي يجي المطر، وانا عندي الوليدات صغار ما نقدرش نقعد برا. الجو حيكون بارد بزاف، والان الحراره 17، الحراره 17 حتى تنخفض بعد شويه يمكن توصل 10. الرياض ما شاء الله زين، مدينه نظيفه، مدينه جميله جدا، في خاصه في المساء في أنشطة كثيرة، مطاعم، منتزهات، هذا هو بدأت كتمطر هنايا. أي بدأت، شوف دخلنا الآن منطقة المطر. شوف يعني شكون اللي بحال عزيز عليه الشتاء؟ أنا كنحماق على الشتاء البنات، أنا عزيز عليا الشتاء، جو المونبر هو الجو اللي كيعجبني، مع أنني ماشي بنت الشتاء، أنا بنت الصيف. ولكن سبحان الله كيعجبني الجو ديال الشتاء. كنتمنى نبقى برا، الا كانت الشتاء كان عزيز عليا نبقى برا. لو كان ما عنديش الوليدات الصغار كنت قلت لي نتغداو برا، نقعدوا في البر. ولكن ريان ورهف ما كنبغيش ان شاء الله، يعني خافوا من مرضوا ليا. السيمانه القادمه ان شاء الله، الاسبوع الجاي ان شاء الله حنطلع، يعني خصيصا نتغدى برا. ابو ريان راه باقي ما كيعرفش يتكلم اللهجه المغربيه، كتجيه صعيبه، مره كيرمي غير كلمه ولا جوج كلمات. مازال كتجيه صعيبه، مازال ما كيستوعبش مزيان الكلمات بالدارجه. باخذ كرسي. ولكن ملي كنمشيو للمغرب راه كيحاول يلقط كلمات. لا والله كيحاول يلقى كلمات بالدارجه، لان الاهل تما كلشي كيهضر بالدارجه وكلشي كيتكلم يعني باللهجه المغربيه، ما كيلقى مع من يتكلم بالسعوديه، داكشي علاش كيضطر انه يتعلم. ولكن لفتره ما مشاش للمغرب كينساها. لا هي اللغه العربيه ما شاء الله تبارك الله، اللغه سبحان الله، كل العرب هي لغه العرب كلهم، ولكن بعض المفردات هي المفردات فقط، بس المفردات اسامي يعني زي الاسبوع، احنا في السعوديه نقول اسبوع، احنا كنقولوا سيمانه. نعم يعني شي مره غادي نديروا تحدي انا وابو ريان على في اللهجات، نشوفوا شكون اللي غادي يفوز. غنعطيه اللهجه، هو راه مازال كيحسب ليه اللهجه المغربيه راه ساهله، غادي نعطيه شي كلمات ما غاديش يعرفهم نهائيا. وحتى انا بالنسبه ليا راه كاين بعض اللهجات هنا في السعوديه، على فكره السعوديه ترى مناطق مختلفه ولهجات مختلفه، راه اللهجات اللي كيتكلموا بها اهل الرياض ماشي هي اللهجه ديال اهل الحجاز، ماشي هي اللهجه ديال الجنوب. صح عبد الله، في ابها وعسير، كل منطقه لها لهجه مختلفه. إيه. وعاد ثاني في الشرقيه ثاني كيتكلموا لهجه ثاني شويه مختلفه. ايوه يعني انا احيانا يغلط الناس، يقول مثلا السعوديه، لما يقول والله انا هذا يعني مناطق زي قاره هي شبه قاره، يعني كل منطقه لها لهجتها الخاصه فيها، حتى الاكل الخاص فيهم، ملابسهم الخاصه فيهم، حتى في الرقصات، حتى في كل حاجه، كل شيء مختلف. بحال المغرب، حتى عندنا في المغرب عندنا مناطق مختلفه على بعضها، مثلا عندنا في الشمال ما كنتكلموش نفس اللهجه اللي كاينه في الداخل المغرب، يعني في الوسط. أيوة. احنا في الوسط لهجتنا شويه صعيبه، ولكن الناس الشمال كاين عندهم كلمات احنا ما كنفهموهاش
في الوسط. صحيح. مثلا شحال من كلمه انايا تعلمتها من الشماليات صحباتي ما كنتش كنعرفها غير تعلمتها منه. صحيح. بحال القشوع حنا كنقولوا الماعن وما كيقولوا القشوع. حنا كنقولوا صديقتي هنا كتقول النقري حنا كنقولوا الفضي. يعني كاين كلمات سبحان الله بحال النبيره بحال النبيره راه هي الثلاجه. حتى في السعوديه في لغه هي سبحان الله هنا كنختلفوا في منطقه من السعوديه في لغه حميه اللغه العربيه صدق او لا تصدق صدقين بطول في جنوب السعوديه في منطقه فيفا اتمنى الاخوان انهم يطلعوا يدخلوا على جوجل ويشوفوا منطقه فيفا يعني قطعه من ما شاء الله من اوروبا هذه المنطقه هذه تشتهر بانها عندهم لغه خاصه فيهم اللغه الاصليه حقتهم لا اللغه الاصليه اللي غير عربيه سبحان الله ايوه حتى لدرجه انهم زي اللغه العبريه يعني معقده جدا وما حد يفهمها هي عربيه ليست عربيه ويستخدمونها بينهم زي الامازيغيه نعم بس اللغه الامازيغيه هذيك لغه مو لهجه هذه عندهم لغه الامازيغيه احنا لغه المغرب يعني المفروض انها الاولى ولكن وهذه عندهم لغه هذه لغه معترف فيها من اللغات القديمه المندثره يعني من الحميريه ومن اللغات القديمه يعني قبل اللغه العبريه احنا دخلنا الحاره ديالنا البنات اللي ساكنين هنايا جنبي يا حفصه هاي حارتنا احنا قربنا نتلاقاو في فيديو جديد البنات كنتمنى لكم حظ موفق وكنتمنى لكم السعاده الدائمه وكنتمنى انكم استمتعتوا معايا بهذه الخريجه هذه البسيطه ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد والى اللقاء